بسم الله الرحمن الرحيم. محمد إبراهيم مسعود، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الجواز بالحكومة الليبية المؤقتة. في البداية أترحم على شهدائنا، وبالخصوص شهداء براك الشاطي وشهداء سلوك، وأيضا شهيد وشهيد القوات المسلحة الرائد الحاسي. في البداية، صندوق دعم الجواز من المؤسسات الاجتماعية المهمة في وزارة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، وهو مؤسسة اجتماعية تعنى بالأسرة الليبية من جميع جوانبها. قد لا نعطي أو نعطي الصندوق حقه في كلمات بين الصندوق، وصندوق شمولي يرعى كافة الجوانب الحياة الأسرية، من مساعدة الشباب على إنشاء أسر جديدة في ليبيا، أسس سنة 2012، وهو مساعدة الشاب الليبي في بناء أسرة ليبية. أيضا يهتم ببرنامج التوعية الاجتماعية الشاملة والتوجيه الاجتماعي، وأيضا يعطي في بعض المؤشرات الأسرية والمشاكل التي نعاني منها ومعالجتها. قادم الصندوق لديه قانون حتى نتغلب على مشكلة التموين لهذا الصندوق. عدينا في الفترة الأخيرة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الوزراء قانون يسمى قانون دعم صندوق دعم الجواز، ويحدد مصادر التمويل لهذا الصندوق حتى لا ندخل الخزانة العامة بأعباء جديدة عليها. القانون معروض أمام مجلس النواب، أتمنى من أعضاء مجلس النواب رئيسا ومجلس ومكتب الرئاسة وأعضاء مجلس النواب إقرار هذا الصندوق لما له الفائدة على الشباب الليبيين وتكوين أسر ليبية جديدة ومساعدة الأسر الليبية القائمة. أيضا الصندوق في مبادرة منه بعض الجهات، خصوصا شركة المدار الجديد والبيانة بمدينة بنغازي، سيقام الفرح الأول لأشخاص ذوي الإعاقة إن شاء الله، حيكون بعد عيد الفطر المبارك عاده الله علينا، وكما عاد شهر رمضان علينا باليمن والبركات. سيقام في جميله، هو دعم الشباب أشخاص ذوي الإعاقة بالجواز الأول، وهو مساعدة ومبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية. شكرا وبارك الله فيك.